الحاضر لها السيركل اللي أمامينا هي الأمن. الأمن. لأنه نحن حتى لو كنا يعني لا فلاش مو بآمن ولا الشمال هلا آمن بعد الأحداث في سوريا ولا البقى حتى آمن. للمنظر. ما في شيء آمن. بقى أنتم كيف بدكم يعني بالنهاية أنا إذا بدي أجي لهم شارع لهون على أي أساس بدهم يجوا إذا ما في أمن أو هو استقرار. هيدي شغله. ثاني شغله أنا بدي آخذ كاس سيارة بالمنطقة هون وبدخل على البيت. مع إنه أنا أخذهم على البيت. فأحب بس ضويلكم على كذا شغله لتعرفوا الصورة اللي عم تصير. طبيعي ليش عم نقيد الأمن؟ عدا عن إنه في تهديد خارجي لهون. في عندنا مثل مركز سبيسيال إنه في عشاير عندنا بالمنطقة. والعشاير كل ما تأثر الطباعة نحن بقلب السوق ما بيعرف فينا نشتغل، يعني التجار ما بتعرف تشتغل. لانه العشاير عم تقوس بس السوق ما في دوله ما في دوله تطبق العشاير وكذا. بقى هذا شيء ما هو مظبوط، يعني حتى الامن اللي هي اقل شغله معقول الدوله تامن لها اياها لنا مش عم تامن لها اياها. يعني الشاب اللي مثلي اذا بينزل على السوق ما بيعرف اي ساعه عشان تيجي بيموت مثلا. ثاني شغله في عندنا سورس المصاري، يعني بعلبك بعلبك بترتيب البلديات هي ثالث اغنى بلديه بلبنان بعد جوني وبلديه الزمالك من وراء عائدات القلعه ومن وراء المصاري اللي بتجي على هالبلديه. ما لا بتستخدم السورس مظبوطين. وشغله ثانيه انه في سياسه بين البلديات على اساس انه المصاري اللي بتطلع على بلديه بعلبك بتتغير لبلديات لبنان. يعني اذا بلديه مثلا جبيل عايزه تاخذ من صندوق بلديه بعلبك، إذا بلدية بالجنوب عايزة تاخذ البلدية تبع البنك، كرمال هيك يعني المصاري تبع البلدية اللي لازم نحن نستفيد منها ونعمل فيها مشاريع وساحات وإلى مش عم بتصير. تاني شغلة أي مشروع عم الدولة عندنا هاي بقى صار في عالم عم تاخذ دولة الأنتربرنور. يعني أنا أوكي معي مصاري بدي أعمل مثلا أوتيل. الاوتيل بتوقف رخصته بالوزارة نحن، مش عم ينعطى رخصة للاوتيلات رقم عمل عندنا، أو إذا انعمل أو إذا انعطى ما بتنعطى خمس نجوم لحتى ما ينزل على الخريطة السياحية، لحتى ما يتغطي على باقي المناطق اللي بقى، يعني السايح وقت اللي بده يجي من برا بده يجي ليزور قلعة بعلبك، ممنوع ينام بعلبك، المفروض ينام بزحمة، لأنه بعلبك ما في اوتيل نازل على الخريطة السياحية. وبرجع بأكد إنه ما في يعني ما في سياسات إنماء متوازنة وبس.